بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقات مواقف من السيرة، وهذه الوقفة مع تعامله صلى الله عليه وسلم مع الصغار. وهذا التعامل حقيقة جدير بالاهتمام في تعاملنا مع أبنائنا ومع أبناء الآخرين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس: أرحم الناس بالعيال، عليه الصلاة والسلام، خصوصا الصغير يحتاج إلى الرحمة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فكان يرحمهم صلى الله عليه وسلم لصغرهم وضعفهم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يبكي على من مات منهم. بكى على ابنه إبراهيم، وبكى على ابن بنته لما مات، رحمة في النفوس. حتى سألوه: يا رسول الله أتبكي وأنت رسول الله؟ قال: إنها رحمة. ولما قدم عليه أعرابي من البادية فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن بن علي، فقال: تقبلون أولادكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. فتقبيل الصغار رحمة، وحبهم رحمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرحمهم ويقبلهم ويضمهم إليه. ضم الحسن بن علي وأسامة بن زيد إليه صلى الله عليه وسلم وقبلهما، وقال: اللهم إني أرحمهما فارحمهما، اللهم إني أحبهما فأحبهما. وكان عليه الصلاة والسلام لما يصلي أحيانا يأتي الحسن أو الحسين كما جاء في بعض الروايات، فيصعد على ظهره وهو ساجد فيطيل السجود رحمة بالصغير. فلما فرغ من صلاته قال بعض الصحابة: ما بالك يا رسول الله أطلت في سجودك؟ قال: إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله. انظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم بالصغار. وكان يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس، فإذا ركع وسجد وضعها، وإذا قام حملها صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا يلاعب الصغار ويسابقهم، فيجعل لهم مسافة يتسابقون إليه، فإذا قدموا عليه احتضنهم وقبلهم صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، وإذا مر على الصغار كان يسلم عليهم عليه الصلاة والسلام كما قال أنس، ويعطيهم فسحتهم من اللعب واللهو المباح، لأن الصغير يحب اللعب. بل كان من خلقه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الصغار أنه يستأذنهم ويعطي كل واحد منهم مكانته وشأنه وهم صغار، لا يبخسهم حقهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقدم إليه إناء فيه لبن، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة إذا شرب أن يناول من عن يمينه، فقال: يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ شوف، يستأذن الصغير حتى يعطي الكبار، لأن الصغير أحق عن يمينه. فقال هذا الغلام: ما كنت لأوثر بنصيبي بعدك أحدا يا رسول الله. فتله في يده، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في يده. وهذا الغلام كان يرجو بركة سؤر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب بعده، وحق له ذلك. انظروا كيف احترم الصغير واستأذنه في حقه، ولم يقل هذا صغير ولم يبالي به، بل أعطاه مكانته عليه الصلاة والسلام. نأخذ فاصلا ونعود إليكم. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يعلم الصغار، فالصغير يحفظ
العلم ويعي شيئا منه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر عنهم العلم الذي ينفعهم. ردف خلفه عبد الله بن عباس وكان غلام لم يبلغ بعد، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. حفظ ابن عباس هذا الحديث وهو غلام. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غيره، وكان ربيبا في حجره عمر بن أبي سلمة، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام فأخذ يأكل وتطيش يده في الصحف هذا الغلام الصغير، فعلمه صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. فكان حريصا على تعليم الصغار عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان يدعو لهم بالبركة ويحنك المواليد. يقول أبو موسى الأشعري: ولد لي غلام فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فسماه إبراهيم وحنكه، فكان يأخذ تمرة ويجعلها في فمه حتى يلينها صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يضعها في فم هذا الغلام الصغير ويحركها في فمه وحنكه حتى يتقوى على الرضاع، ويدعو له بالبركة. هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى الأشعري: ودعا له بالبركة. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يوصي بالصغار خيرا، فقال: من عال جاريتين كانتا له حجابا من النار. فيوصي بتربية البنات وإصلاح البنات الصغيرات. وكان عليه الصلاة والسلام لا يستنكف من حبه للبنات كما يستنكف بعض الناس، والأسف إذا بشر ببنت فإنه يتضايق كحال أهل الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا مع الصغار يتجاوز عن أخطائهم حلما ورحمة بهم. أرسل أنس بن مالك وكان غلاما عند النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، فيقول: أنس انطلقت ووجدت الصبيان يلعبون في السوق، يقول: فدخلت ألعب معهم وتركت حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستبطأه النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه، وإذا به يلعب مسك به صلى الله عليه وسلم من قفاه فقال: أين حاجتك يا أنس؟ وهو يضحك، فقلت: الآن انطلق يا رسول الله. لم يضربه ولم يعنفه، بل كان صلى الله عليه وسلم يأمر بتعليمهم حتى الصدق وعدم الكذب. للأسف بعض الناس اليوم يعلم أبناءه الصغار أو بناته الكذب وهو لا يشعر، حينما يعدهم بهدية أو بشيء ثم يخلف بعد ذلك ولا يفي بعهده معهم. يقول عبد الله بن عامر: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا عند أمي، فقالت أمي: تعال هاك أعطيك، وقبضت بيدها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرة. فقال: لو لم تفعلي لا حسبت عليك كذبة. فانظر حتى مع الصغار أن نربيهم على الصدق والوفاء والأمانة. أنس بن مالك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة تأخر على أمه، فلما أتاها قالت: أين كنت؟ قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة. قالت: وما هي؟ قال: إنها سر. قالت: لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فكان يستأمن حتى الصغار على بعض الأسرار عليه الصلاة والسلام. فهذا تعامله مع الصغار حبا ورحمة واحتراما وتعليما وأدبا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا شفاعته يوم الدين. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.